لوح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة إذا لم يعالج شأن تمويل المحكمة الدولية، فجاءه الرد من الرابي. رئيس تكتل التغيير والإصلاح إلى جانب وزرائه عرضوا معادلتهم التي بدت غير مكتملة إلى حينه، فإما معالجة القضايا الملحة التي تهم الناس كما وصفوها، وأما احتمالات رفضوا تحديدها، فاتحين المجال أمام اتصالات قد يكون حدها الأقصى الأربعاء المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كل ذلك على قاعدة أن المحكمة ليست أولوية الأولويات. في حدا قرر اليوم أنه يربط كل عمل الحكومة وأدائها وبقائها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة، بالوقت يلي بنعتقد نحن أنه في قضايا بتهم البلد وبتهم الناس أكثر بكتير من تمويل المحكمة فقط. ولقينا أنه بقائنا أو عدم بقائنا بالحكومة، مشاركتنا بجلسات الحكومة أو اعتكافنا عن المشاركة بجلسات الحكومة بتوقف على هالأمور هيدي. لما في موازنة عامة فيها 24 ألف مليار ليرة، بعتقد أنها أهم من 45 مليار ليرة فقط هي لتمويل المحكمة. البلد وقراره، هل هو اليوم عند الأناصل أو هو عند أجندة الناس؟ باسيل حصر الأولوية بمواضيع خمسة، أبرزها مشروع تسليح الجيش الواجب مناقشته على طاولة الحوار، مرورا بالمالية العامة والحسابات المالية، وصولا إلى المشاريع الإنمائية والاستثمارية، بالإضافة إلى السياحة. هالمواضيع الخمسة يلي طرحناها، نحن فاتحين قلوبنا وعقولنا للنقاش فيها ولحلها مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة، ومع كل مكونات الحكومة، لأنه نحن عم ننبش على حل. إذا راحت هيدي الحكومة بدنا نروح نعمل حكومة غيره. مش هدفنا إسقاط الحكومة، هدفنا تصحيح الأداء الحكومي، لأنه نحن إذا منعنا لحد اليوم من مناقشة موضوع شهود الزور بقلب الحكومة، نحن ما رح نكون شهود زور بقلب الحكومة. والنقاش مفتوح مع كل المعنيين بالوضع الحكومي، على أساسه نقرر كيفية وشكل استمرارنا أو عدم استمرارنا بالحكومة أو بجلساتها. وشكرا. رفض باسيل الإجابة عن أي سؤال، إلا أن وزراء التكتل أصروا على التأكيد أن الموضوع أكبر من مجرد تمويل المحكمة، فهذا الأمر آخر همنا على حد قول أحدهم.